سيدي، السؤال الخامس، هل هناك موقف لمكتب السيد الشهيد الصادق قدس الله سره الشريف لحل الأزمة في مدينة تل عفر؟ أكو مواقف، ما يتكلم به فقط هذا الموقف الأخير اللي الأغذية والأطعمة والأشربة يعني، نعم، اللي ذهبنا بها، نعم، وصار بها قتل وفخخات وكذا، وأنا لله وأنا راجع. لأنه حبيبي ما دام المحتل موجودا، نعم، تكاتف الشعب يكون صعب جدا، ولا ما أحلاها أبناء المحافظات يذهبون بطعامهم ومأكلهم ومشربهم إلى منطقة منكوبة. يعني عنوان الوحدة وعنوان التكاتف والمحبة، لكن حال المحتل وأتباعه دون وصولها، مع الأسف وصلت في وقت لعله متأخر أو ما شابه ذلك. هل سيدي، هل من الممكن أن تتدخل عسكريا إذا وصلت الأزمة إلى مرحلة معينة؟ شيخ، أنا بطرق يسموها قانونية، صح؟ نعم. رفضت الحكومة، رفضت الحكومة، رفضت رفضت باتن، أول شيء بشروط وفد مصالحة هي رفضت ووضعت شروطا، نعم، بعد حل عسكري، عسكري، وأنا لله وأنا راجع. وأنت بهذا كله تصبر و... أمري إلى الله وأمرهم إلى الله حبيبي. ولا قافلة ما قدرت تطب، تدري ليش؟ قافلة، نعم، الطعام، نعم، مواجهات 24 ساعة مواجهات، يعني الدماء تروح بالخالب من كل الأطراف. تبقى سيدي على رأيك أنه ما وراء حتى في مدينة تل عفر الاحتلال؟ طبعا هم ما قابلين الاحتلال، ما قابلين، نعم، في حل الأزمة. لو وافقت، لو وافقت الحكومة حبيبي، نعم، مع شديد الأسف. إذا هذا هل يكون نقطة سلبية على الحكومة العراقية الحالية؟ نعم، لكن حتى لو تحكي شو يسوي، ما يقدروا يحلوا شيء.